لما سحبت معاها من عندك ثقتك في نفسك كدكتور اتهزت وعايز تنتقم مني. واضح ان كلام حضرتك بقى حاد جدا، وانا كنت فاكر ان دكتور التنمية البشرية زي حضرتك هتبقى شاطرة في اختيار كلام منضبط اكتر من كده. دكتور جلال، انا اعتقد انك ممكن تقدر الوضع اللي انا بقيت فيه، وانا ممكن اتخيل ما تكون قالت لك ايه عني في جلساتها. اكيد صورتني كالشيطان، وان انا كنت السبب في دمار حياتها هي وجوزها، وان انا ضيقت على اخويا لدرجة انه طفش وساب البلد، وان انا كنت السبب في تدهور حالة امي، ومش بعيد كمان اكون بضربها. انا عارفة مها شايفاني ازاي. ده حقيقي، وممكن تكون راحت لأبعد من كده كمان، راحت لغاية لندن مثلا يا دكتورة رحمة. مها دي واحدة مريضة وبتخرف وعايشة في خيالها مع نفسها. افرض ان انا دلوقتي حكيت لك مليون حدوتة، هتعرف منين اذا جت صح ولا غلط ولا حقيقة ولا كده؟ بس بسرش بسيط الواحد ممكن يتأكد من اي معلومة. وايه كمان؟ محتاج يبقى فيه كمان؟ اكتر من ان انتي قتلتي واحدة زميلتك وانتي عندك 13 سنة؟ انا ما قتلتهاش، انا ما قتلتش حد. اهدي يا دكتورة اهدي. انا شايف ان احنا كده ماشيين على التراك الصح. حضرتك لو عايزه تتكلمي انا حابب اسمعك. ما تلعبش معايا دور الدكتور، انا مش جايه كمريضه، مش محتاجه لده. طب ما تجرب، انا ممكن اساعدك. تساعدني لما تديني السي دي، ولما تفصل في تقريرك عني بين الكشف وبين اللي ما قالته. هساعدك اول ما تنهي الخناقه اللي انت عايشه فيها بينك وبين نفسك، بس انت عايزه تكملي في الوهم اللي انت عايشه فيه طول عمرك، الوهم اللي انت خلقتيه وتعبك وتعب كل الناس اللي حواليك. اديني فرصه اساعدك عشان تكوني سعيده بجد، وانا اوعدك اي حاجه هتقوليها هنا هتفضل بيني وبينك ومش هتطلع بره. انتوا ليه بتحكموني على حاجه انا ماليش ذنب فيها؟ ليه مصممين تتهموني بحاجه انا ما عملتهاش؟ ليه عايزين تحاسبوني على ظروف انا اتحطيت فيها غصب عني؟ محدش قادر يفهمني، محدش قادر يحس بيا. انا كان عمري 9 سنين، امي راحت اتجوزت راجل تاني وخلفت مني ورمتني لابويا. ابويا اخدني لندن ودخلني مدرسه داخليه، المدرسة كانت بتكرهني. هو ألبروس.